مرحبا يا رفاقي، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ جيد. اليوم سوف نتعرف على حرف جديد، ولكن اسمعوا قبل هذه القصة. اشترت والدة تامر دفتر تلوين، تلوين الأحرف. فرح تامر بهذا الدفتر وبدأ بتلوين الأحرف. وجد تامر حرفا جديدا، سأل والدته: ما هو هذا الحرف يا أمي؟ إنه حرف الت، ت مثل تامر. أمي، إن اسمي يبدأ بحرف الت. من يوجد باسمه أيضا حرف الت؟ تالا. جيد تالا، أحسنتي. تانيا، تيا. جيد جدا يا رفاقي، أحسنتم. والآن من يستطيع أن يعطيني كلمة تحتوي على حرف الت؟ تمر، توت. جيد جدا. ماذا أيضا؟ تفاحة، تين، دفتر. جيد جدا يا رفاقي، جيد جدا. والآن سوف ألون حرف الت. كيف ألون حرف الت؟ انظروا جيدا، ألون داخل الحرف وأتدرب على كتابته بهذه الطريقة. حرف الت مرة، اثنان، ثلاثة. حرف الت. جيد جدا يا رفاقي، أحسنتم. إلى اللقاء.